في ملك عنده مستشار. الملك ده كان معتاد ان ياخد المستشار وينزل الغابة يصطاد. الملك ده اصيب بحادثة فصباعه اتقطع، فالمستشار شاف صباعه وهو بيكلمه قال له خير؟ قال له اي خير هذا صباعي؟ وراح سجنه. فهو داخل السجن قال له خير، وراح داخل السجن. فالراجل اضطر الملك انه يروح يصطاد لوحده من غير المستشار اللي كان دايما يرافقه في يعني رحلات الصيد. وهو في وسط الغابة طلع عليه ناس زنوج، خدوه قالوا له هنحرقك عشان نقدمك قربان لآلهتنا. فالراجل طبعا يعني اترعش. واحد من هؤلاء الزنوج شاف صباعه مقطوع قال له لا، ده ما يصلحش، ده ما يصلحش ان يكون قربان للآلهة، الآلهة لازم يكون واحد سليم. فرجع وعرف ان الراجل على حق، لما صباعه اتقطع كان خير فعلا، بس لسه ما فسرش بقيه القصه. قال له طب انا طلع خير ان انا صباعي مقطوع والناس ما موتونيش، وانت ايه الخير انك تخش السجن وانت داخل السجن؟ قلت ده خير. قال له لو كنت معاك كان حرقوني انا، لان انا سليم. فاي حاجه اللي تيجي من عند ربنا كله ان شاء الله خير. هنتكلم بقى على بقيه الابحاث اللي ممكن الدكاتره تطلبها. رسم القلب، رسم القلب نوعين، اما رسم قلب وانا مرتاح نايم على السرير وشبكوا لي الحاجات اللي بيشبكوها وطلعوا لي رسم قلب، واما رسم قلب اجهادي. يعني ايه اجهادي؟ يعني وقفوني على السرير وهم وانا بجري رسموا لي القلب. رسم القلب الإجهادي بنشخص به قصور الدورة التاجية، بس له شروط، له شروط، ولو عمله واحد مش دارس ممكن يأذي العيان. مثال، هقول مثال بسيط جدا، اللي جاله ألام ذبحة صدرية حديثة، حديثة يعني أنا رايح يوم الحد العيادة بقول للدكتور يوم السبت عندي هذه الألام، وهو شخصها ألام ذبحة صدرية، ممنوع يجري، ممنوع يجري لأنها ذبحة صدرية حديثة، أو ذبحة صدرية غيرت منظرها. كان الراجل لما يطلع ثلاث أدوار يجيله وجع، دلوقتي من الخمس سلمات ممنوع يجري. فإذا اللي بيقول اجري على السير ده لازم يكون واحد فاهم، فاهم كويس. رسم القلب الطبيعي اللي مرتاح بيطلع خلل ضربات القلب أكتر ما يطلع شريان تاجي، يطلع جلطة قديمة في القلب، يطلع تضخم، يطلع كهربا بايظة. ان القلب فيه ضفيرتين، واحدة يمين واحدة شمال، لو واحدة اتقطعت او واحدة دي تبان في رسم القلب الطبيعي. رسم القلب الاجهادي لابد ان يكون العيان اللي اختار له الرسم دكتور كويس يقول له اجري. طيب انا عايز ايه منه وهو بيجري؟ ايه اللي مطلوب؟ المطلوب ان قلبه يسرع. انا وانا قاعد مرتاح قلبي بيدق 70 دقه في الدقيقه، ما تنفعنيش عشان اشخص، انا عايزهم 130. فهجريه، هجريه طول ما هو بيجري ضغطه نبضه بيزيد يزيد لحد ما يوصل الرقم اللي انا حاطه، رقم هدف هوصل له. عشان كده اللي واخدين بعض الادويه اللي بتخلي القلب ما يسرعش ما ينفعش يعمل الرسم. ليه؟ مش هيسرع. طب ده انا هدفي ان اسرع عشان افضح القلب ده. يا ترى القلب ده لما يسرع يفضل زي ما هو ولا ما فيهوش دم كفايه؟ طب ما هو اللي انا واخد ادويه بتظبط القلب كاني ما عملش حاجه. حجري قلبي هيطلع من 70 ل 90، ما عملش حاجه، انا عايز اوصل ل 140. عشان كده بنوقف الدواء اللي بيقلل ضربات القلب لمدة 48 ساعة إلى 72 ساعة قبل اختبار رسم القلب الإجهادي. لما واحد يروح يعمل رسم قلب تلاقي الراجل بيقول له إيه، بطل الدواء كده، ينزعج جدا. لا، هو على حق، بطل الدواء عشان كده. يبقى إذا رسم القلب الإجهادي مش أي حاجة، مش أي واحد يروح يلا أما تمم على نفسي، ممكن تعمل كارثة. ورسم القلب العادي بيبين كهرباء غالبا،
او تضخم سواء اذيني او بطيني، الاثنين يبانوا في رسم القلب العادي. طب بنعمل حاجه ثانيه؟ طبعا بنعمل حاجه اسمها موجات صوتيه على القلب، اللي هو انتوا عارفينه بكلمه ايكو. الايكو كارديوجرافي او الايكو ده هي موجات صوتيه على القلب، لها فايده. يا ده يعني اختراع الايكو ده قلب الطب، قلب لنا الدنيا. ليه؟